تحية من المخرج نجيب ديب وفريق العمل ومني أنا. عندك شك أنه القيم الأخلاقية والدينية عم تتعرض للانتهاك؟ عندك شك أنه هالانتهاك عم بيكون مقصود منظم وممنهج؟ شو موقف الكنيسة الكاثوليكية من الأزمات اللي عم تعصف بأبنائها؟ وشو الحلول اللي عم بتقدمها؟ لهالإضاءة أو للإضاءة على هالأمور كلها رح بستضيف الأب جان بول خوري من أبرشية صيدا المارونية. أهلا وسهلا فيك أبو. أهلا وسهلا فيك ألديكو، مساء الخير للجميع كمان. يعني حضرتك متخصص بشؤون العائلة والزواج وبعدك بطور إعداد دكتوراه حول موضوع القيم الأخلاقية وكل الوساطة كل التفاصيل المتعلقة فيها، فرح نستفيد من خبرتك تنضوي على هذا الموضوع. أول شيء بركتك أول حلقة. الله يباركك، بارك الجميع، بارك لبنان. نترحم اليوم على شهداء الجيش والقوى الأمنية، منعزي كمان القيادة، منعزي أهاليون، والله يحمي لبنان. أبونا بس نقول قيم أخلاقية ودينية، هل هي حكر على فئة معينة من الناس؟ لأنه اليوم في محاولة للخروج على القيم. لا شك أنه القيم هي لكل إنسان، لأنه الإنسان بيخلق ببيئة بتربيه على القيم وبتربيه على الأخلاق، ومنا حكر على مجموعة دون أخرى، لأنه الإنسان مدعو يعيش القيم، ولما الإنسان ما بيعيش بهذه القيم بيتحول لشخص ما عنده بقى قيم. وهون بندخل بعملية الفوضى، بعملية الإجرام، بعملية انتهاك الكرامات الأشخاص. بس في بيئات بأمها وأبوها تخلت عن القيم وعيشة، يمكن حتى عيشة بتعتبر حالها عيشة بسلام، يمكن مش تخلوا عن القيم، استبدلوا القيم بقيم وفق مقياسهم الشخصي. نحن عم نحكي اليوم يعني بطل اسمه قيم، مسمي اليوم بالنسبة لأنهم هني قيم، ولكن هل يا ترى هيدي قيم؟ لما أنا اليوم بدي أعمل حرب وأقتل جماعات مثل ما هي باسم السلام باسم القضاء على كل أشكال الظلم، هل هذه قيم؟ هذا أكيد مش قيم، لأنه اليوم القيم الحقيقية اللي هي بتحافظ على الحياة، بتحافظ على الإنسان بما فيه الخاطئ، لكن لوين ربنا بيروح بالأشياء. إذن القيم الحقيقية هي قيم بتخليني أني أكون إنسان عايش بكرامة، عم بعبر عن إنسانيتي بحرية وبمسؤولية. فينا ناخذ أمثلة عن هالقيم اللي عم تحكي عنها واللي بتخلي الإنسان يعيش بحرية؟ نعم، مثلا قيمة العدالة، نعم، قيمة الحرية، قيمة المسؤولية، قيمة أني أنا حافظ على كرامة الآخر، على كرامتي. هودي القيم، هودي أساسيات عند الإنسان. إيه بس هودي القيم إلهم أكتر من تفسير، العدالة إلى أكتر من تفسير، الحرية إلى أكتر من تفسير، صح. المسؤولية إلى أكتر من تفسير. أنا أي تفسير منهم بدي أعتمده كقيمة أخلاقية مرتبطة أو إلى تفسير ديني أيضا؟ لكي ألدكو شيلي يسوع، نعم، بتفسر بدك إياه، حطي يسوع تعرف شو هي القيم، حطي يسوع بتعرف شو هو الإنسان. لحظة بس في قيم مشتركة عند المسيحية وعند غير المسيحية طبعاً. وما في يسوع عند غير المسيحية. نحن بالنسبة يعني مثلاً إذا إنسان مسلم درزي بوذي وعنده قيم الأخلاق، قيم إنسانية مشتركة. طيب في يسوع مش خالق، يعني ليش عم تقول لي حطي يسوع؟ ما هودي ما عندهم يسوع. شو يسوع مش خالق هالإنسان هالبشر؟ بس ما عندهم يسوع هن وموجودة. لو ما عندهم يسوع، يسوع حاضر وين ما كان، الروح يهب حيث يشاء. الأهم اللي بيجمعني أنا والآخر هي هالإنسانية يلي قيمة بحد ذاتها، يلي هو الإنسان قيمة مطلقة. كرمال هيك بتشوفوا هديك السنة قداسة البابا فرانسيس مع شيخ الأزهر عملوا وثيقة كثير مهمة اسمها وثيقة الأخوة الإنسانية. يعني مش حطي يسوع، إنه ليش أصلا البابا فرانسيس من وين جاب شو اسمه الإليمون تبع الوثيقة؟ من يسوع المسيح. يعني صار إنسان. يعني قصدك هيدي شريعة يسوع حتى لو هن مش حاطين يسوع؟ شريعة المسيح يمكن هن بيعتبروها غير أخرى، بس نحن اللي بنعرفه بإيماننا يسوع حاضر وين ما كان،
ويسوع بيقول بمجمع الفاتيكان الثاني حاطط بذور اللوغوس بكل الأديان حتى. مش يعني أنه نحن بدنا نقول أنه يعني كأنه كنا سوا صرنا مسيحيين ولا كنا عم نلغي كمان الآخرين. نحن عنا ديننا، عنا كرامتنا، نحن عنا طريقة فهمنا للقيم انطلاقا من شيء اسمه شخص يسوع المسيح يلي منه نحن نستمد الأخلاق، نستمد القيم، نستمد المبادئ، ونعمل علاقتنا مع الآخر، نستمد علاقتنا مع حالنا مع الآخرين حتى يلي هن يمكن ما بيحبونا. يسوع بدي قلنا وبيقلنا بالكتاب المقدس أحبوا أعداءكم. إذن هذه قيمة بحد ذاتها، هي فضيلة بحد ذاتها. إذن مقياس تفسيري للقيم نعم هو يسوع المسيح. إذا الآخر عم يدافع عن الحياة يعني هو بمحل من المحلات مسيحي. ها؟ هلأ نحن بالنسبة لنا كمسيحيين علينا أنه هذه القيم نبرزها بالمجتمع يلي نحن عايشين فيه. بس أمتين هذه القيم تضعف عنا نحن لما نحن منحط يسوع شوي على جنب، هون بتبلش عملية الخلط الحابل بالنابل، الأسود بالأبيض، بتفوت عملية الانتهاكات. يعني بتبلش الانتهاكات لما خلينا نركز كمسيحي بشيل يسوع المسيح وبشيله كمحور بحياتي. يمكن ما تشيليك، تحطي محله حد، يعني تحطي حدا محله ليسوع. طب اليوم شبيبتنا أو مش بس الشبيبة أبونا، اليوم في كتير مسيحيين وبيفوتوا على الكنيسة وملتزمين بالكنيسة بس بيفسروا هيدي القيم مع ذوقهم. يعني مثلا بيقول لك انه انا مين قال انه لازم اقطع عن زفر نهار الجمعه، بيقول لك مين قال انه انا لازم صوم بالصيام، مين قال انه انا لازم روح اقدس كل احد، ما انا الله بده اياني مبسوط. ميرسي قلتك وحطيتي اصبعك على الجرح. الكنيسه لشو بتعمل رسائل؟ لشو بتعمل ارشادات رسوليه؟ بتعمل الكنيسه تدخلات بمحلات معينة، بتعطي توجيهات معينة لترجع تفسر الإيمان والقيم وحياة الإنسان انطلاقا من شخص يسوع، انطلاقا من كلمة الله وتعليم الكنيسة والمجامع. لا شك أنه لما المؤمن المسيحي بيخلط، برجع قلت بيخلط الحابل بالنابل، أجرب البور وأجرب الفلاحة، لا شك بدها تطلع القيم مخربطة عنده. كرمال هيك نحن بهالحلقة اليوم عم نركز عن جديد نرجع نعيش حياتنا المسيحية انطلاقا من شخص يسوع المسيح، مثل ما قلنا يا حرين يا باردين. أبدا هيدي الرسالة نعم. يمكن المشاهدين عم يشوفوها لقدامنا، هيدي الرسالة يلي عملها مجلس البطارك الأساق في الكاثوليك في لبنان سنة 2010 على أيام الله يرحمه البطريرك صفير نعم، بعنوان رسالة رعوية في القيم الأخلاقية حول الوصايا الثلاث. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. أي سنة نحن عم نحكي؟ 2010 نعم. إذن الكنيسة يلي حضرتك عم تحكي هلأ وسألتي عنه جاوبت عن قيم اليوم صارت شبه ضعيفة أو مغيبة بمجتمعنا اللبناني. والسبب بسيط جدا، لما أنا اليوم تنتهك كرامة الإنسان في لبنان وتنتهك حياته في لبنان لأنه في حدا، في فكر، في طريقة عيش، في فلسفات، في إيديولوجيات، في سياسات حطت يسوع جنب وقالت له للناس فكروا هيك، أنتوا بتعيشوا بحرية، فيكم تعيشوا البدكونية، فيكم تعملوا البدكونية إذا أنتوا تاخدوا هذه الأفكار. يعني الانتهاك مزبوط، ممنهج ومقصود. الانتهاك هو بلش من، عم نحكي نحن على صعيد لبنان، الكنيسة حكيت شخصت الواقع اللبناني من 2010، ولكن من سمع؟ مين سمع؟ مين من هالأشخاص المسؤولين سمع؟ الانتهاكات لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. هيدي الرسالة اللي عم تحكي عنها، هيدي الرسالة مع عظات سيدنا البطريرك الراعي، مع توصيات اللي بتطلع من السيد الأساقفي، إن كان اجتماع بكركي، إن كان بمجلس البطاركي الكاثوليك في لبنان. من يسمع؟ ليش انه من يسمع؟ لانه في ناس ما بدها تسمع، ما بدها تسمع الكنيسه. شو خصك انت الكنيسه بعمليه المجتمع؟
شو خصك الكنيسة أنت بعملية الاقتصاد؟ شو لك علاقة بعملية الحرية؟ شو لك علاقة بالسياسة؟ شو لك علاقة بالعائلة بالإنجاب؟ شو لك علاقة بالجنس؟ شو لك علاقة بالإجهاض؟ أنت ما لك علاقة. أنت صلي جوا، أنت ما لك علاقة. هذا الفكر اللي فات على لبنان، هذا الفكر وين وصلنا إلديكو؟ هلأ نحن بشو؟ بأي وضع؟ كريزة أنتروبولوجية، وضع اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وطنية على صعيد القيم. مين سرق؟ مين نهب؟ طب مين يلي اختلس مال الدولة؟ مين قتل؟ طب مين يلي القتل؟ مين يلي شرع عملية استباحة كرامة الآخرين؟ مين يلي خلى الأمور توصل لهون؟ إجا حدا من المريخ وضربهم على إيدين وعملوا هيك؟ لا. على كل حال مرة حكينا تحت الهواء أنا وياك أبونا جان بول إنه اليوم في فكر براغماتي يغزو العالم ولا ولبنان نالته طرطوشة، بطل في عنا مبادئ. نحن هيدي هي المعركة اليوم إلديكو. اليوم إذا نرجع لهيدي الرسالة، نرجع لخطاب سيد الأساقفي والبطاركة ب 27 تشرين الأول، بعد 17 تشرين الأول 2019، في مجموعة من الناس ما عجبها الخطاب. في ناس قالت انه خطاب ضعيف، في ناس قالت انه شو عم بيحكوا هالجماعه. يا عمي هودي عم بيحكوا، عم يشخصوا الواقع بلبنان يلي شخصوه من 2010، يلي عم يحكي عن موضوع التعديات على المال العام، نهب الاموال بطريقه كثير فيها احتيال، تلوث البيئه، ضربت عمليه الوعي عند الإنسان، وسائل الإعلام ساهمت بشكل أو بآخر بعملية انتهاك كرامة الإنسان. رح نركز على كل حال. نعم. على هول الوصايا الثلاثة اللي حكيت عنهم هيدا الرسالة، بس شو رأيك نشوف سوا ريبورتاج نزلت كاميرا تشاريتي تي في على الشارع وسألت الناس عن وصية لا تقتل وقديش بحسوا حالهم معنيين فيها فعلا. نعم. ورجعنا بهيدا الأجوبة. هو الآخر المعني فيها إنه الكلمة اللي بتقتل واللي بتجرح. يعني لمن عم تقتل نفس عم تقتل جسد، وإذا عم تقتل جسد عم تقتل نفس، واثنيناتنا معنونين فيها، لأنه هيدي وصية من إحدى وصايا الله يلي بيقلنا لا تقتل، يعني تشمل كل الخليقة. أنا والآخر، أنا أول شيء بقدر أقتل بلساني، بقتل بفكري، بقتل بقلبي، وبعدين بحور على لساني، يعني هذا ثلاثي لا يفترق. يعني ما تسيء سمعة حدا، وأنا معنية فيها قبل غيري. غير المعني أنا ما بفكرش فيها أبدا، ولا بحياتي فكرت إنه أأذي إنسان أو نملة ما بقتلها. القتل الخطية كثير مميتة، لا تغفر عليها أبدا. غير المعني فيها، نحن أساسا معنية فيها لأنه أنا مسيحي وأنا بصلي بخزني بالخمسة. بقى لا تقتل هي من وصايا الله العشر، وإذا بدنا نلتزم فيها بنكون عم نحقق مسيحيتنا المضبوطة. بحس كل واحد معني فيها، أنا وأنت وكل واحد منا تكون معني فيها. لإلي شخصياً وللآخر، يعني نحن حياتنا مش ملكنا، ملك ربنا، يعني لشو بدنا نقتل؟ كل الناس لازم يكونوا معنيين في هالشغلة، لأنه قتل هيدا ربنا أعطانا الحياة. أبونا بس نقول لا تقتل ونقول هيدي خطية مميتة، هل هي بتكون مميتة لما نقتل الجسد بس، ولا أيضا مميتة لما نقتل النفس والروح؟ لكن قلديك ونحن بدنا نعرف أنه بوصية لا تقتل تعلم الكنيسة أنه هيدي الوصية هي صدى الإيكو، صدى لصوت الله بضمير الإنسان، لا تقتل. نعم. لأنه المسيح أعطانا الحياة، وعم بيحكوا هون الأشخاص إنه عم يركزوا أكثر على أهمية الحياة بطريقة عم بيقولوا لحالهم نحن مؤتمنين على الحياة. نعم، المسيحي خاصة المسيحي هو المؤتمن بشكل كتير مسؤول عن الحفاظ على حياته، الحفاظ على حياة الآخرين، الحفاظ على حياة المجتمع اللي هو عايش فيه. ليش؟ لأنه المسيح هو حياته، حياتي هي المسيح. لأنه المسيح هو حياته، هيدي الحياة هو مسؤول للشهادة قدام العالم. نعم.
وما هي هذه الحياة؟ هي لا شك في عنا الحياة البيولوجية اللي نحن نهتم فيها كمان، ولكن في عندي كمان حياة المسيح اللي فيه، يلي هي حياة الله اللي حطها فيه. هيدي الحياة اللي أنا مؤتمن كمان عليها وأقدر نميها، مثل ما بنمي جسدي بدي نميها. نعم. إذن هذا الإيكو لصوت الله بيدعيني كل يوم كل لحظة احترم وحافظ على الحياة بكل مراحلها، من المهد إلى اللحد. لما منقول بكل مراحلها يعني بكل مراحلها وبكل معانيها، بكل أبعادها، بكل شيء اسمه بيتعلق فيها. ما لي حق أقول أنا هاي الحياة ما بدي إياها، ما لي حق أقول أن هذه الحياة أنا بدي حط لها حدود، مثل الإجهاض، بس مثل وين قتل الرحيم. وين الحرية هون؟ ما في عندي. أنت الحرية تبعولك مش تعمل اللي بدك إياه، لأن الحياة هذه منا ملكك. هي كان يقلنا أحد الدكاترة بالجامعة، الحياة حياتك هي وقف الله مش ملكك، الله أعطاك إياها والله هو اللي بده يخدم. لا بس مش هي الأفكار اللي عم تنطرح اليوم. اليوم أنت حرة بجسمك، هي البراغماتية، أنت حرة صح. بجسمك، أنت حر بحياتك، ما حدا قاله حر تحد حياتك، وحر تقول أنا هلأ بدي أنهي حياتي من عم بصير، مثل ما عم بصير هلأ بأوروبا أو بأحد بالولايات، بعض الولايات بأمريكا بيسموه قانون القتل الرحيم أو قتل نهاية الحياة. ولكن أنا بدي أقول لهم للمشاهدين، لا تقتل مش بس ببعد الجسدي، لا تقتل بالبعد المعنوي. بهذه الرسالة تحكي الكنيسة عن أنواع معينة من القتل المعنوي، يعني مثل مخدرات، الاستغلال على أنواعه، تعرض لكرامة المرأة، العنف المنزلي، العنف الأسري، وكل أنواع التعذيب في السجون والمعتقلات. هيدا قتل؟ هيدا قتل معنوي نعم. وقتل المادي مش بس أنا بديش أقتل نفس، أنا لما بلوث البيئة أنا عم بقتل شيء مادي، أنا عم بقتل حدا عم بلوثه. يعني خطية مميتة كمان القتل المعنوي طبعاً. أنا إذا بلوث، إذا مش بلوث هيدي خطية، هيدي لا تقتل. أنا عم بقتل شيء اسمه مخلوقات الله. أنا إذا بروح بتصيد بالربيع أنا عم بقتل، عم بعركج نظام البيئة ولا جاي الربيع. يا لطيف شو صرنا قاتلين بهالحياة. أنا إذا بدي روح زت نفايات بالبيئة أنا عم بقتل. يعني البابا برسالته كن مسبحا، بابا فرانسيس، حكي عن الفساد. ليش في تلوث بالعالم؟ لا في ناس عم تمرض. آخر الإحصاءات هلأ سنة 2028 أو 30 20 مليون شخص سيصاب بمرض السرطان نتيجة التلوث، تلوث البيئة، تلوث الغذائي، وتلوث الاجتماعي، الأفكار، الضغوطات اللي بيعيشها الإنسان. هلأ هوني أبونا في كتير دراسات حول هالموضوع، أنه قديش هيدي الأمراض مقصودة وقديش مفبركة لحتى يقضوا على البشرية ويأثروا على ويطهروا هيك الرس مش بير. هودي اللي هني شوي يمكن هيك بعيش نظرية المؤامرة، نظرية المؤامرة والحفاظ على البيئة. إيه بس موجودة أبونا، بدك تقلي ما في منظمات موجودة بتفبرك فيروسات وبتكبها. طبعا طبعا يعني موجودين وفيتين لينا، يعني وصل الإنسان يشرع، بس بدنا نخاف، يشرع القتل، ما بدنا نخاف بحجج إنه البلد، العالم ما بقى يحمل، العالم عم يتلوث، العالم نحن بدنا نعمل استدامة، بدنا نخفف البشرية. لذلك المسيح هو المسؤول عن الحياة. نعم، مسؤول عن حياته، حياة غيره، مسؤول عن البيئة، مسؤولين نحن عن البيئة اللي احنا عايشين فيها. نعم. بس كمان بدي أحكي كمان باللا تقتل، كمان الجوع. أنا لما بجوع شعوب بقتلها، هذه كمان وصية لا تقتل. أنا لما بروح وبعمل حوادث السير وبسرع وآخر همي مين في على الطريق، أنا كمان عم بقتل. شن هيك حكيتني عن المسؤولية كمان؟ المسؤولية أنا عندي مسؤولية عن حياتي وعن حياة الآخرين. هلأ صرنا نحط إيدنا على قلبنا إذا بدنا نسوق. طيب لاحظت بالربورتاج شغلة أبونا، أنه مش الكل بيحملوا حالهم مسؤولية وبيعتبروا حالهم معنيين، بيوجهوا أصابع الاتهام للآخر، يمكن عم بيقوموا بهيدي الأفعال، تلوث البيئة، تلوث الفكري، تلوث السمعي. يعني أنا بقلي علي، أنا ما خصني مش إيه؟ ما هيك أنه ليش نرجع يعني نحن مرات مش أنا الأكلت، هي قالت لي أكل، ما بنشوف مرات إنه نحن معنيين مبلا، مش هيك؟ مش أنا ما خصني، أنا ما لي علاقة أبونا، أنا ما لي علاقة، هني قالوا لي أنت شو عملت،
أبونا أنا ما خصني لأنه هني هيك، أنا فكرت هيك، هني قالوا لي. دائما الإنسان بيقول أنا ما خصني لأنه بيخاف يواجه حاله. ده بدها جرأة. المسيحي هذه هي التوبة، يعني مش هينة تكون مسيحي، مش هينة إنك تكون شخص عم بقول أنا بمحل غلطت، أنا بمحل بحاجة لتوبة. بس قول مسيحي بقصد فيها الملتزم أنا، يعني الملتزم والغير الملتزم، كل واحد في عنده هالضمير اللي فيه قلديكو. في ضمير فينا، هذا بيقلنا وين الصح، هذا بيقلنا وين الغلط. بس يعني نحن أزمة العالم هو شو كمان اليوم قلديكو؟ أزمة الضمير. يعني الضمير ويسوع يتلازمان. ليكي أكثر ناس بيخلونا نعرف كيف نتصرف من القديسين. نعم. أكثر ناس يلي كانوا دايماً يعترفوا، دايماً يتوبوا. تشوفوا مار شربل يمكن باليوم يعترف بالصورش 5 مرات. هذا مار شربل يا جماعة. ونحن قدي أوقات نقول لازم نعترف، لا شو خصوا الأبونا، لا أنا بدي نقي حالي من الفساد. الفساد أين يبدأ الفساد؟ طب هيدي جملة بدك تجاوبني عليها. من هو هيدا الإنسان الخاطئ قدامي اللي أنا بدي روح أعترف له بخطاياي؟ هيدا خاطئ مثلك وضعيف مثلك. إيه ما أنه خاطئ، ليه بدي أعترف له بخطاياي؟ بس الله حطه بحياتك تيكون وسيط بينك وبين حالك، وعطاه السلطان تكون وسيط معه حتى يقدر يساعدك. كيف بدي أوثق فيه ما راح يروح يخبر أخباري وأنا بعرفه أنه هو بسرسر، وهو شفته عم يخطي قدام عيوني؟ ليكي قلديكم معلي عم بحكي لسان الناس. بيقول أنه بيقول دغري ممنوع أي كان يحكي أي خطية بسر الاعتراف. في حال حكي دغري ما بيقدر بقى يمارس أسرار، بده يرجع بيبعث رسالة على مجمع الأسرار حتى يرجع يزبطوا له وضعه، حتى يرجع يقدر يعرف، لأنه بيكون هون انتهك السر. هذا حتى يعرف المؤمن أنه ما يخافوا. في قانون، نحن بالكنيسة في قانون. يعني في حال صارت مع حدا بيتشكى بالكنيسة، مش مثل الدولة مع الأسف. الكنيسة في قانون. الكنيسة اليوم راحت أكثر تنظم حالها أكثر مع البابا فرانسيس. نعم. حتى تقدر تقول للعالم أنا كمان بقدر صلح حالي، أنا بقدر كمان ركلش حال، أنا كمان في عندي خطأ، أنا كمان في أشخاص يمكن فسدوا بمحل، بس أنا كمان بلحق هذا الأمور لأنه أنا الكنيسة وعندي شهادة حياة مسؤولة عن هذه الحياة قدام أشخاص ناطرين مني شهادة الحياة. هذا البابا فرانسيس اليوم يلي بحبريته عم نشوفه عم يكافح مع الكنيسة يقدر يخلي هذه الكنيسة عروس لا تجاعد فيها. كلنا منعرف البابا فرانسيس قديش عم يشتغل بهذا الموضوع، عم بشبشبها يرجع. اي نعم. نعم صحيح. طيب أبونا قديش فينا نمزج وصية لا تقتل بلا تزني، لأنه اليوم الزنا يؤدي أيضا إلى قتل معنوي. لكن حتى نقدر نقول لا تقتل، لا تقتل يعني لا تقتل، لا تزني يعني بمحل ممكن الزنا يقود إلى القتل، جريمة قتل. مش بس يقود على إلى جريمة قتل جسدية. لا شك إنه في شخص بيتدمر، بس كمان برجع بقلك إنه كل خطية في إلها المطيار تبعولها، في إلها المادة تبعولها. لا تزني مش بس قصة واحد يعني خان العهد، مش قصة إنه واحد عمل خطية معينة ضد الطهارة، مش بس هذه ولا تزني. تزني هو سيستم تفكير بيعيشه الإنسان، يعني اللي هو يلي اليوم نحن بنسميه الحرية، بدي أعمل بحالي اللي بدي إياه. بتعرفي قلديكو اليوم في كتير جمعيات متأثرة بطيارات معينة بأوروبا ومتحررة، بتطلع أو بيطلع الشخص بيقول لك أنا بدي أعمل بجسدي اللي بدي إياه، أنتم ما لكم علاقة. نحن بنفهم أنه هذا الشخص أو هذه الفتاة أو هذا الشاب عايش كبت معين بده يجرب يتحرر منه، عم بيطلع يقول. بس صفة الخبرية لا، صاروا يتباهوا انه انا عندي علاقة من دون علاقة زوجية. نعم. او عفوا من دون ارتباط زوجي. من دون ارتباط زوجي. وانا حر اعمل بدي اياه، انتم ما لكم علاقة، هيدي الحرية. برجع بقول لك من اول الحلقة، شيلي يسوع. نعم. نعمل تبديع. حطي يسوع، لا نقدر نكتشف جمال الحياة بكل ابعادها. يعني بصير في روادع مع يسوع؟ خلينا نقول مع يسوع بصير في شفاء، بصير في تحرر. يسوع منه فقط شخص يلي بيقلنا ممنوع ومسموح وعمول هيك وما تعمل هيك، ومنه هالشخص يلي منفكره انه هالقد يعني حاطط السيف على رقبتنا واذا ما بعرف شو عملنا يعني بيطير لنا حياتنا. لا،
مع يسوع بنرجع منلاقي تنظيم حياتنا، بنرجع منلاقي اصلاح لحياتنا، بنرجع منلاقي تحرير لحياتنا من كل الاشياء اللي هي جرحتنا كبلتنا. مع يسوع بلاقي حالي، بلاقي اتزاني، بلاقي الاعتدال بحياتي. انا بس بدي اسالك على الصليب يسوع كيف فتح ايديه؟ فتح هيك ايديه، ما فتح هيك ايديه. شو بيعلمني الصليب؟ بيعلمني مع يسوع انه كيف كون متزن بحياتي، بالقيم كيف كون متزن، بطريقتي مع الاخرين كيف كون متزن، كيف اقدر اعيش حالة الاعتدال يلي اليوم نحن بحاجة لها، يوم الأوفر، يوم ثقافة الأوفر. طيب في سؤال عم ينطرح عليك هلا أبونا، إنه إذا أنا شو بيضمن لي إنه في حياة أخرى؟ وأنا يعني شاب عم يسأل إنه عايش يمكن بعفة وما عمل علاقات برات الزواج وبقي ملتزم، بس بعدين طلع ما في لا حياة تانية ولا في يسوع ولا في فردوس، يعني بيكون هون أكلها وبعد الموت أكلها. شو فينا نجاوبه؟ بولس بيقول، بولس الرسول، لو المسيح ما قام خلينا نروح ناكل ونشرب ومنروح ما بعرف شو نعمل وننام لأنه بكرة بدنا نموت. بيقول بولس إذا ما فيش قيامة لشو أنا عم صارع الأسود؟ لشو أنا عم بتحمل كل هالضغوطات؟ كيف بدك تقنع شاب انه شو اللي خلى مرشربل، شو اللي خلى مرشربل، شو اللي خلى مرشربل يعيش هالحياه؟ شو اللي خلى وهم عايش حالي انفصام شخصيه، شخص كان معقد وخاف، شو اللي خلى لشربل يوصل هالحاله؟ اختبر الله. كل ما انا بدي اقول بعد ما اختبرت الله رح ضلني اقول يمكن وما يمكن، يمكن وما يمكن. يسوع بإنجيل يوحنا سأل هالتلميذين ماذا تريدان أن نقيم معك؟ قال لهم تعاليا وانظرا. ما في ده اللي يقول أنه بركي وبركي، تعا اختبر. هل اختبرت؟ بس تطلب من الله أنك تختبر رح يختبر معك. وقليله لهالشخص يلي سأل، عم بيتابع، عم بيتابع. بمجرد ما أنت سألت عرف أنت مثل تلميذي عماوس. بإنجيل لوقا الحلو فيه أنه بمجرد ما الشخص عن جد عم بيبحث عن يسوع، نعم، دغري يسوع بيمشي معه. بقى بدعيه انه يرجع يقول او يرجع يفكر، انا هلا سالت هذا السؤال يسوع معي؟ ايه نعم يسوع معك، بس مهم تعرف كيف تسمعه. طب كمان في سؤال لك على الواتساب، انه ليش الله بحط هيدي اللذة فينا اذا كان بده يمنعنا عنها وبيقلنا لا تزني؟ يسوع عطانا بالخلق، خلق فينا كل شيء اسمه جسدي، خلقه فينا. نعم، كل شيء فينا من رغبة وميول ورغبات وغرائز ومشاعر وعواطف وأحاسيس وأفكار وجسد وطاقة فينا وهوية جنسية، كل شيء خلقه فينا لحتى نتقدس. كل شيء الله خلقوا فينا لحتى نقدر نعيش حياتنا بشكل رائع جدا. كرمال هيك يا إلديكو، انه الله مش ممكن يخلق شغله ويخليني اعيش النقيض تبعوله. يعني اذا الله خلق شجره المعرفه والخير وقال لهم ما تدقوا فيها، حط فيي طاقه الحب، يعني حط فيي لحتى اقدر اكتشفه بالاخر. بس كيف بدي اكتشفه بالاخر؟ عم بحرقصنا يا أبونا. يعني خلق شجرة المعرفة والخير مثل آلهة اليونان، يعني حطنا بالجنة، يعني محسودين هالإنسان قام وخلقوه، بس خلقوه خليه حتى يكون عبد لإله، إنه هيني، يعني محسود الله منه. مش محسود، لا أكيد، بس أو بغار إنه هيني عم تطلب من بشر تقول له تفضل هاي الشجرة كتير حلوة ومفيدة قدامها، بس اوعى تدق فيها لأنه موتا تموت. طب ما شو شو عم تعمل فيها؟ بده يعرف إنه الإنسان ما بيقدر يكون الله، ما بيقدر يكون هو المشرع، ما بيقدر يكون هو الكلمة الفصل بحياته. هناك حدا بده يقبل هالشغلة اسمه الله اللي خالقه، يلي هو خالقه، بده يعرف الإنسان أنا مخلوق، هو الخالق وأنا بدي طيعه لأنه هو الإله يلي خلقني على صورته ومثل، ما بقدر أنا أكون الله. طيب بين هلالين قبل إذا بدي أعمل شريعة مثل ما أنا بدي، العالم تقتل بعضها، ولكن العالم شو عم بيصير؟ لكن بلبنان شو عم بيصير؟ بلبنان ما لكن الفساد، ليش الفساد؟ بلا منبعد، لأنه بدي أقوله لهالمشاهد أنه هذا الشخص يلي كان عنده هاللذة، كان عنده هاللذة الله عطاه إياها،
هيدي حولها لشي تاني. لو بس تفوت الخطية بدي يروح لشي تاني، بدي يروح أعبد إله الفساد، بدي يروح أعبد إله المال، بدي يروح أعبد إله الجنس. ليك وين وصلنا؟ أنا بدي أسأل سؤال إلديكو. اخترب المجتمع 100 سنة صار على دولة لبنان الكبير، 1920 2020، بعدا لحديت هلأ عم نطالب بكهرباء، عم نطالب بشبكات تواصل على الطرقات، عم نطالب بطبابة، عم دبلاش. شو السبب؟ نرجع لهيدي الرسالة، ما بنينا وطن لأنه الإنسان ما بده يسمع لالله، ما بده يرجع يقول يا رب أنا بدي أعمل اللي أنت بتريده مش مثل ما أنا بريد. بس عمل الإنسان مثل ما هو بريد. وصلنا لوين؟ دين 120 مليار، ما بعرف إجازة 135 مليار، لا ما صاروا بعد، ما صاروا يعني خلينا نقول 100 مليار. ليش؟ لا تسرق. قال لك لا تسرق، ما تاكل من هيدي الشجرة وبس تاكل منها يعني انت عم تتعدى. رح نحكي بلا تسرق بعد البريك يعني، بس في سؤال قبل البريك هيك. نعم. بين هلالين أبونا، لأنه كتير مرات بيكون بنقاشات روحية وبنسأل هيدا السؤال، طب إذا الله بيعطي فرص للأشخاص وهلأ نحن بيعطينا فرص للتوبة ومنروح نعترف ألف مرة بنفس الخطية، طبعا لازم يكون عندنا قصد إنه ما نرجع لها، بس نرجع لها، ليش آدم وحواء ما عطاهم إلا فرصة واحدة؟ سؤال بالكتاب المقدس. بالكتاب المقدس نرجع لقصة آدم وحواء، أعطاهم هالفرصة لأنه كانوا عم يشوفوه. نحن ما بنشوفه يعني، طوبى لمن آمن ولم يرى. عندهم النعمة خاصة جدا، كانوا عم يشوفوه مش مثلنا نحن المعطرين. أوكي، إذن الله عطاهم هالفرصة، بس انتبهي، بس ما قضي على حياتهم الله. صحيح الله خليهم يفلوا من الجنة، بس فل معهم. الله ترك الجنة كرمال الإنسان. ليش؟ حتى يروح يرجعوا لعنده تيخلصوا. هيدا الله. رح ناخد بريك أبونا لكل الأشخاص اللي لأي سبب من الأسباب منهم قادرين أنهم يتابعونا عبر التلفزيون. نحن لايف على تشاريتي تي في فيسبوك، أكيد مباشر ناطرين أي تعليق أي سؤال لأبونا جان بول خوري. عم نحكي اليوم عن انتهاك القيم الأخلاقية والدينية، وإذا كان هالانتهاك اللي عم بعيشه المجتمع مقصود وممنهج ومنظم ولا لا. بعد الفاصل أبونا بدك تجاوبني على الزنا من نوع آخر. صحيح في زنا العلاقات الجسدية والفكرية، ولكن في زنا على الله أيضا. قديش بعدنا اليوم بعد ما طلعت المجتمعات من الوثنية وتعرفت على الله، بعدها عم تزني على الله؟ وأكيد رح نحكي بوصية لا تسرق. فاصل ونتابع. نتابع عندك شك ضيفي بالاستوديو أبونا جان بول خوري من أبرشيد صيدا المارونية. أبونا متخصص بشؤون العائلة والزواج، واليوم أساليب الوساطة، عم بتتابع أطروحة الدكتوراه، ونحن مستفيدين كتير من حضورك وعم بتنورنا بكتير أمور. حتى اللي عم بيتابعوا عم بيشكروك على تألقك وقديش عم يستفيدوا من حكمك ومن فلسفتك. تحية لدانا وجورج. بيقلك أبونا جان بول هو ما عنده شك أنه أنت مرجع ديني وأخلاقي بيفتخروا فيك. شكراً. وكل البرامية فخورة فيك. شكراً شكراً. خلينا إياكم رئيس جورج، أكيد رئيس البلدية. نعم. موجه له تحية كبيرة لرئيس جورج، الله يقويه ويعطيه ألف عافية. أبونا الزنا ضد الله، قديش نحن بالمجتمع اللبناني وصلنا أنه عم نمارس هيدا الشيء؟ قلديك ونحن نرجع الكتاب المقدس، الأنبياء كان دايماً يوبخوا الشعب لأنهم كانوا عبيزنوا ضد، يعني عبيزنوا ضد الله، يعني عبيخونوا الله، عبيخونوا العهد معه. نعم. هذا هو الزنا ضد الله. نعم. مش بس قصة زنا بالبعد الجسدي الجنسي. نعم. نحن بلبنان إذا بنرجع لهيدي الرسالة. نعم. يلي هلأ من شوية عرضتها، نحن بواقع بالفعل في تعدي على العهد مع الله. نحن في تعدي من قبل مؤثرات خارجية علينا، ونحن بمحلات معينة كمان للأسف، مش رح أقول الكل،
بدي أقول الله يبارك كل عائلة عم تثبت بقلب هالمحنة اللي احنا عم نعيشها، عم تثبت على الرجاء، عم تثبت على عهدها مع الله. هيدي العائلات بالفعل يلي هن الخميرة لقلنا ولوطننا لبنان. رح يكون عندنا الأسبوع الجاي شهادات من عائلات ثابتة بالرجاء وبالإيمان. شو حلو أنه قلدكوا هالشهادات كمان غير عائلات تشوفها. البابا فرانسيس هيك بفتح نافذة أنه اليوم عم بيقول لهم للشبيبة، عم بيقول لهم لكل اللي عم يستخدموا وسائل التواصل، عملوا معروف، ما بقى تنقلوا الأخبار الحزينة، ما بقى تنقلوا الأخبار الكاذبة، نقلوا حياة الحقيقية اللي بتشوفوها، حطوها على شاشاتكم، الحياة اللي فيها الرجاء من أشخاص عم بيعيشوا الإيمان، يلي أوقات للأسف الوسائل الإعلام ما بتسلط الضوء عليهم. هلأ مسلطين الضوء عليهم بس بغير طريقة، بس هن أقلية اليوم أبونا. الالتزام اليوم يعني الأقلية عم تعيش. خلينا نقول هالخمير الطيبة هالملح الصغير، ما بدنا أكثر من هيك. نشكر الله على هالنعمة. بس أنا عم بحكي اليوم الانتهاكات يلي من الخارج عم تجي علينا. من مين؟ عم نجي الحاد العملي، عم تجي من تأثير وسائل الإعلام، عم تجي من هيمنة الاقتصاد العالمي. شو قصدك الحاد العملي؟ هلا بقول لك شو الحاد العملي. تشرحهم. نعم. هلا بقول لك. نعم. تكنولوجيا عم تجي من الإباحية الموجودة بالمجتمع، عم تجي من ذهنية التحرر الجنسي. نحن بقلب معركة أنتروبولوجية فلسفية سياسية، هدفها الأساس إنه تسرق منك رغبة الله بالحياة الأبدية. يعني شو الإلحاد العملي؟ رغبة الله بالحياة تبعي الأبدية، رغبة الله إنك تخلص حتى فيك. نعم. ما أنت إذا بدك ترغب الله، مش أنت بس عم ترغب، الله اللي عم يرغب فيك إنك ترغبه. يعني هذا عمل روح القدس. هذا عمل روح القدس. نعم. نحن اليوم هالمؤثرات يلي انضغطت علينا من 2010 اليوم عطيت ثمارة. لما بنحكي الإلحاد العملي يعني كأنه الله مش موجود، كأنه الكنيسة مش موجودة، البطرك عم بيحكي ما حدا عم بيرد عليه. هيدي يلي اسمه الإلحاد العملي، أنا الإله. بس هيدي الثمار غير الصالحة. هيدا بيحكي عنه البابا فرانسيس. ايه ما فيني أقول عملت ثمار، فيني أقول عملت في ثمار الرديئة كمان. تعتير. في ثمار الرديئة. بيحكي البابا فرانسيس عن الفساد يلي أعطى الثمار الخبيث. الفساد هو إله شيطاني، بقول البابا فرانسيس. الفساد هو إله. اليوم ليش الناس بتفسد؟ ليش في ناس بتتقدس بتعبد الإله الحقيقي اللي بيقدس؟ ليش في ناس بتفسد بتروح عند الشيطان بتعبد المال؟ حسب التربية يا أبونا. نعم. حسب التربية. شو عم نربي منلاقي؟ كرمال هيك هالمؤثرات اللي عم بتفوت على العائلة عم بتغير ببنية العائلة، عم بتغير بطريقة مفهوم الحب، مفهوم الزواج، مفهوم الارتباط، مفهوم الإنجاب، مفهوم التربية، مفهوم الحرية. نحن اليوم برعويتنا اللي عم نقوم فيها مع عائلات بتكون متعثرة، بنشوف بنفتش شو جذور النزاع. جذور النزاع انه كل واحد بده يعمل شريعة لحاله بمحل معين. يمكن بيبقى في حالات كتير خاصة بتكون في أبعاد نفسية، بس بترجع بتشوف أوفو من جوا، العمق من جوا، ما حدا بده يتواضع قدام التاني، ما حدا بده يكون مسيحي قدام التاني. لأنه اللي بيتزوج بسر الزواج صاروا صورة الكنيسة والمسيح. المسيح يلي أخلى زيته من أجل هالكنيسة الخاطية يلي تركته على الصليب، بقيت مريم وكم واحد معه بس هوديك راحوا فلوا. مش بس يسوع افتدى مريم وهالكم تلميذ، حتى اللي فلوا، خينين حتى اللي فلوا بالزواج. أنه أنا كرجل بدي افتدي مرتي أو العكس لحتى خلصه وخلص العائلة. واليوم بدي أسأل كل هالعائلات قديش عم نعيش المسيح؟ مين مستعد لهيدي التضحية؟ عم بدكم تضحوا؟ قديه بدكم تكونوا أشخاص فدائيين من أجل عائلاتكم، خاصة بهالأزمات اللي نحن عم نعيشها الاقتصادية اللي تقدر تغير وتشكل العائلات، تقدر تعمل تفكك أسري. قديه بدنا نشوف اليوم أمهات مثل ما نشوف هلأ أمهاتنا، وبوجه تحية للوالدة والدتك عم شوفونا. قديه بدنا نشوف اليوم شهادات أمهات عم بتضحي من أجل العائلة، عم بيضحوا اليوم، عم ينتحروا لأن مش قادرين، من أجل حالهم أبونا عم ينتحروا لأن مش قادرين يعيشوا أولادهم. كم حالة انتحار شهدنا الشهر الماضي لأنه ما معه حق منقوشي لبنته، لأنه مش قادر يدفع أجار بيته، لأنه طردوه من شغله. هيدا شو اسمه؟ أنا لازم أوصل أخذ
انهي حياتي واخرب عائلتي لانه مش قادر املهم بمحل معين، ولا انا لازم اخذ غير طريقه؟ ليش بقول لك الايمان كثير مهم؟ هلا نحن ما فينا ندين هالحالات، نحن بدنا نصلي لهم لانه يعني ما فينا بدنا نصلي، ما فينا ندين، بس انا ما فيني اتعاطف. انا بدي اقول لك، بدي اقولها، ما فيني اتعاطف. انا في مؤثرات. انا اليوم لما الاعلام ضخ من 10 سنين لهلا أسوأ انواع انماط افكار انضخت من 10 سنين لهلا، من كل هالبرامج اللي كانوا يجيبوهم اشخاص، يجيبوهم وحالات، يجيبوهم وفرجونا يون، هودي هي الحريه، صح؟ مين كانوا عم يضربوا؟ عم يضربوا العائله. اليوم هول البرامج اللي كانوا، مع احترامي له ما لح سمي، صاروا هلا منادين بالثوره ومنادين بالتغيير وبالقيم. ما انتوا كنتوا من 10 سنين عم تنتهكوا كرامه العائله بلبنان، هلا صرتوا انتوا عم تدافعوا عن المقهور والما بعرف شو، واللي كان يروح ياكل بزباله او اللي كانت الكنيسه تروح تجرب تضبه، انتوا ما كنتوا تحطوا الكاميرا عليه، كنتوا تحطوا الكاميرا على اللي فسد واللي سرق واللي نهب وعملتوه اله وعملتوه انه هو بيخلص لبنان بالوقت اللي انترك المسكين المعطر 10 سنين وما حدا سأل عنه. هلأ صار هو بالنسبة لألكن هو قضيتكن. للأسف بتأسف، إن شاء الله يكونوا وعيه، بس إن شاء الله ما يكونوا هالدمعة اللي بتنزل مادة إعلامية لحتى تجروا فيها. ما احترامي للجميع، ما احترامي للجميع، هذا هو الفساد. هلأ أكيد في صرخة حقيقية أبونا، وفي صرخة مستغلة بطبيعة الحال، بس هون العائلة اللي عم تحكي عنها اللي انتهكت خصوصيتها وانتهكت كينونتها، تشويه ممنهج، مسؤولة بعدم تحصنها، تشويه ممنهج للعائلة. بس ليش العائلة المحصنة، العائلة المحصنة ما انضربت؟ العائلة المحصنة عم مش قصة ما انضربت، إيمانيا عم بحكي، العائلة عم تتحارب. قلديكو العائلة بحرب طويلة عريضة، طويلة عريضة. الله يقويكم يا عائلات، الله يحميكم، بس ما في إلا الكنيسة بتقدر تكون ملجأ لألكم. انتوا رحتوا التجأتوا يمكن لكثير اشخاص بس خيبوكم امالكم، ما عندهم ثقة. اليوم عم تتبهدل، عم يوم يوم يعني اليوم ما في عائلة عم بتعيش بسلام. بس ما عنده ثقة بالكنيسة المؤمن. المؤمن ما عنده ثقة بالكنيسة؟ لأنه كلمة مؤمن بتحمل تفسيرين. إذا بده الكنيسة تكون، في اللي بيقول عن حاله مؤمن، إذا بده الكنيسة تجيب له كل شيء، الأفضل إنه ما يوثق فيها. إذا الكنيسة بدها، شو شغلتها الكنيسة؟ إذا بدها تجيب له الكنيسة رئيس جمهورية ووزير ونائب، بس على القليل الكنيسة تأمن له، وبدها تشربه، تأمن له تعليم وتأمن له كرامة. هي خدمة، بتقوم بخدمة الدولة مش قادر تقوم فيها، بتقوم فيها الكنيسة. هي بنسميها اليوم التبادلية أو التشاركية. يعني مثل شو؟ أعطيني أمثلة. يعني مثلا مثل اليوم مدارس الخاصة، إذا الدولة اليوم مش قادرة تقوم بالمدارس، بتيجي المدارس بتحل محلها. بقول لك إنه ما في تعديات، إيه بلا في تعديات، بس أنا بحكيكي كمبدأ. اليوم إذا كانت الدولة مقصرة بهذا القطاع الاجتماعي، الفقراء والمرضى، بتيجي الكنيسة بتعمل رعويتها، مش يعني إنه الكنيسة لوحدة بدها تقوم بالشغلة، بس هون الدولة بدها تدعم، بس صرخة الناس في شراكة. لو فتنا بين هلالين، ما بدي طول كتير على الموضوع، تكفي بالفكرة اللي عم بتقولها، بس اليوم في صرخة الناس إنه الكنيسة تركتنا، صرخة الناس المتلاعب فيه بهم، موجوعين والكنيسة تركتنا، جوعانين والكنيسة تركتنا، صرخة الناس الذين تم التلاعب بهم من قبل بعض السياسيين والتيارات الحزبية ومن قبل وسائل الإعلام يلي قلبوا الناس على الكنيسة، يلي كانت تقلهم من 2010 رح نروح على كارثة وما حدا كان يهتم، يلي هالناس كانوا ينزلوا على المظاهرات مع فلان وضد فلان، كان الإعلام عم يقلب الناس على الكنيسة ويعملوا من هالناس المعطرين أشخاص ضد الكنيسة. ليش؟ لأنه ما بدهم الكنيسة. صوت الصارخ بيزعج. قلديكو يوم سيدنا البطرك من 2019 ب17 كانون الثاني، تيعرفوا الناس 2019، قال لهم لكل مسؤولين التكتلات بالنيابية الموارنة، لبنان بخطر، هويته بخطر، يا جماعة البطالة صارت 40%، في فساد بالدولة، في سرقة، في نهب، في تلاعب على القوانين، عملوا ما عرف شو كون تعملوا. أمتين هيدي ب17 كانون الثاني 2019 بعيد يوحنا مارون بالبترون، عمل وعظة طويلة عريضة سيدنا البطرك، نفس القصة، بس التلاعب على القوانين والاحتيال والتزوير. بتصور عفوا قلديكو ب17 أو ب18 تشرين الأول
بكوتونو قال لهم اذا رح تضلكم هيك مسؤولين انتم عم تضطهدونا، انتم عم تضطهدونا. ليش؟ بس الكنيسه شو السبب؟ الكنيسه بما فيها من سلطه ما عم بتعاني نفس اللي عم تقطع فيه الدولة، يعني ما فيها فساد، بس ضوي عن ما فيها استغلال، ما فيها خطأ. لحقلك من الآخر، يعني هينة تقلب المسيحي على كنيسته بس تكون الكنيسة فيها شوائب. قلدك لح أحكي على هذه النقطة، هلا لح أحكي بهذه النقطة، بس خليني بس عملي معروف. ليش البطرك سيدنا البطرك كان صوته طالع؟ هلا اوكي الاعلام انه حكي بغطي اللي بده اياه الاعلام، اتفقنا. بس سيدنا البطرك له سنه عم بيحكي، ولك يا عمي قلنا 10 سنين عم نحكي، ما حدا من وسائل الاعلام حرك الساكنه اخر همهم، مش فرقانه معهم. ليش؟ هذا هو التلاعب. نحن لانه مفروضه وسائل الاعلام ل 10 سنين عندنا ثقافه السارق. نعم. بتعرف شو ثقافه السارق؟ ثقافه السارق يعني مصادره ما ليس له وما لا يعود اليه، وثقافة السارق يلي هو تلاعب بزيادة الضرائب المجحفة. نعم. يلي سرق مال العام. يلي تلاعب بالقوانين، يلي عطى كل أنواع الغش بالتجارة، يلي ما عطى أجور عادلة. لو علينا الأجور، بس هلأ على الأجور بشكل عادل، رجعوا أخذوا اللي حرام للناس، رجعوا أخذوهم من الناس. يلي احتفظ بشيء مسروق لإله وهذا مش لإله، يلي أخذ مال الدولة وحطه بجيبته، يلي أخذ أرض للدولة وحطه بجيبته. نحن كنا بثقافة السارق. هيدا كيف بدك تطلعي منه؟ بعد ما طلعنا منه كيف بدك تطلعي منه؟ ما فيك تطلع منه بالحجارة، ما فيك تطلع منه بتسكير طرقات، مع احترامي للكل. ما فينا نطلع منه بحرق دوليب نلوث البيئة، ما فينا نطلع منه بالصريخ وبالعيط وبتبهدل وبتسبسب، ما فينا. نطلع منه بشغلتين يلي هن أقوى شيء لقلنا بالنسبة لقلنا، يلي هو الصوم ويلي هي الصلاة. أبونا أنه الصلاة، أنه شو بدنا بهالشغلة يا خي؟ كيف تحررت أوروبا؟ قلدك وكيف تحررت أوروبا من الشيوعية 80 سنة بالصلاة والصوم، من معتقلات ومن مخابرات ومن كيف قدرت بالمسبحة. تحررت من صلاة المسبحة، من قديس اسمه يوحنا بولس الثاني يلي تم الاعتداء عليه، محاولة قتله بسنة 82 لأنه عرفوا هذا الزلمة خطير جداً بيقدر خربطنا الدنيا، هات لنقتله. وقبله قتلوا كاردينال أوسكار ريمور يلي واجه الفساد بكنيسته. عم تحكيني عن الكنيسة، واجه الفساد بالمجتمع السلفادوري، انقتل على مذبح الكنيسة، انقتل يا جماعة، انقتلوا وعم بيقدس. مين اللي قتلوا؟ اجوا من المريخ قتلوه هن شعبه. بس كل الاكليروس عم بحارب الفساد وعم بحارب الظلم وعم بحارب يعني الكنيسة مجتمعة عم بتقوم بهذا الدور. من سنة 2013 حكيتينا عن الفساد بالكنيسة. الفساد هي مسألة كتير قديمة، بس سنة 2013 شو صار الديكو بتاريخ الكنيسة؟ تم انتخاب شخص جاي من وين؟ جاي من الأرجنتين، من البلد غرق بالفساد وغرق بالضرائب وغرق بالحالة الاقتصادية المزرية اللي نحن هلأ فيها. نعم. إجا واحد اسمه بيرغوليو، خورخيو بيرغوليو يلي هو البابا فرانسيس، إجا من بلد منهوب، فهم شو يعني الفساد، فهم شو يعني السرقات، فهم شو يعني المافيا، فهم شو يعني السياسة اللي بتتلاعب، فهم شو يعني الدول يلي بتغرق دول بتفقر دول، فهم الخبرية كلها سوا. من 2013 البابا فرانسيس بلش يشتغل على موضوع الفساد بالكنيسة، وكل بيعرف الإعلام أنه 2013 كان البابا أكثر رقم إجا بأمريكا على صعيد الإعلام بأمريكا، واو عملوا كذا، بس دق فيهم سنة 2015 بلشت الحرب ضده. بشو؟ بأي موضوع دق فيهم؟ بفساد البيئة، برسالة تكون مسبحا، نزلوا فيه، بلشت الحرب، نزلوا فيه. ليه؟ لأنه عم بيكافح الفساد. بس أنا بدي أقول لك إلديكو، البابا أكثر شخص هلأ نموذج بمكافحة الفساد. إذا اليوم بلبنان إن كان الرئيس، إن كان الرؤساء، إن كان الوزراء، النواب بدهم يعرفوا كيف بدنا نكافح الفساد، طلعوا بمين؟ طلعوا بمين؟ طلعوا ببابا فرانسيس. مش لأنه البابا فرانسيس، أنه شخص مؤتمن على كنيسة قدر بهالسبع سنين اللي قعدها والله يطول بعمره كافح موضوع الفساد. كيف؟ بكل بساطة، البابا فرانسيس من سنة 2013 بيطلع
رسالة اسمها الخادم الأمين يلي عين فيها بوقتها مكتب لمكافحة عملية تبييض الأموال و إلى آخره. سنة 2013 سنة 2020 بعيد مرمرون بعيد الكنيسة المارونية كأنه هي علامة نبوية بتسعة شباط أوكي 2020 خلى البابا فرانسيس رفع مكتب المراجع العام يلي بيدقق بالمال مكتب إلى درجة سلطة ضد الفساد. زلمة عمل قانون قابل للتنفيذ، العبرة بالتنفيذ، ما تعطونا قوانين ما بتتنفذ. ياي عملنا قوانين نفذتوها ما بتتنفذ، طب ليه ما بتتنفذوها؟ بدنا سلطة تنفذ. البابا فرانسيس أكثر شخص اليوم يلي بيقدر يلهم الرؤساء وكل الأشخاص اللي بيكافحوا الفساد يعرفوا كيف كيفحوا الفساد بأي طريقة صحيحة. لو في جدية. إذا عن جد بدهم يكافحوا الفساد، لأنه الفساد بيضرب الإنسان وبيخرب بلد بيفقروا تحت تسع أرض، وليكوا هلأ شو عم بصير فينا من وراء إله الفساد. حدا بيقدر يربي ابنه من مال حرام، حدا بيقدر يطعمي ابنه من مال فاسد، حدا بيقدر يعلم ابنه من مال انسرق نهب من الدولة لو كانوا هني بالدولة. عم يقدروا والدنيا بألف خير. هيدا مش أنا اللي عم بسأل، بابا فرانسيس سأل بأحد الرسائل أو بأحد العظات سأل، تعرف شو عمل بابا فرانسيس؟ ما بقي يوعظ ورا المسبح بدكن تغيروا بدكن تعملوا بدكن تطلعوا أبدا، أنا بس بدي أقول لهم أخذ خطوات عملية. بابا فرانسيس راح على معقل المافيا بنابولي وهونيكي يلي مهت عشان معقل المافيا يعني زلمي حط حياته بالخطر وراح لهونيكي يقول لهم اعملوا معروف طوبه، راح لعندهم، ما بقي عم ينظر، ما بقي عم يفقع خطابات، ما بقي عم يعمل لنا اخبار ابدا، راح لعندهم. طب هيدا البابا يعني هذا شو اذا البابا يعني هيدا البابا يعني هيدا المشوار بلش بفهم منك لتنقيه الكنيسه كلها، هيدا مشوار يلي مشروع تكون الكنيسه شاهده للحقيقه. طب اذا بدي اختم مع البابا فرانسيس ما لقى ما بقى في لعب. طب بدي اختم بك اخر كم دقيقه ابونا نعم. لانه اكيد ضوينا على المشكله وحطينا الاصبع على الجرح نعم. وحكينا عن اهميه انه الواحد عم تنتهك هالقيم تبعه وقديش في خساره شخصيه لإله لما تنتهك قيمه ولما يروح على الغلط وقديش عم يخسر من كرامته، مفكر حاله حر ولكن هو عم يأذي حاله. اذا بدي هيك أعطي مثلا حل بسيط لحتى أقول للناس أنه أنتوا قادرين تطبقوا هذه الأمور عمليا على الأرض، أنا بدي أقول لهم للعائلات اللي عم يحضرونا وشو دور يعني شو دور العلماني بقلب الكنيسة بدل ما يضل يصوب عليها يشارك هو بهالتغيير. أنا بدي أقول لهم للعائلات هلأ العائلات عم يسمعونا، بليز عملوا معروف تمسكوا بإيمانكم، أوعى تتركوا إيمانكم لأنه جدودكم عاشوا للي نحن أنتوا عشتوه، ما تتركوا الإيمان، ما تتركوا الكنيسة، ما تخلوا حياتكم خارج إطار الكنيسة. يمكن عاشوا أصعب من هالظروف الجدود. أصعب بكتير. نعم. بس ما تفقدوا ثقتكم بالكنيسة وما تسمعوا للشرير، ما تخلوا الشيطان يقلبكم على الكنيسة. نعم. ربوا ولادكم على القيم من هلأ، علمون كيف يحبوا، كيف يآمنوا، كيف يتوبوا، وكيف يعرفوا يصرفوا مصاري، كيف يعرفوا يعطوا، كيف يعرفوا يحافظوا على جسدهم على نفسهم، يعرفوا يحبوا الرعية، يحبوا المسبح، يحبوا الكنيسة، يعرفوا يروحوا يقدسوا، روحوا قدسوا، يعرفوا يشوفوك كيف عم بتصلوا، ياخذوا الخير من التطور اللي عم بيعيشوه. ومش كل شيء عم بتشوفوه هو كمان مش حلو، لا في اشياء حلوة عم تشوفوها. سيدنا مطران مارون العمار بنوجه له تحية بأحد عظاته بعيد مرمرون، عطانا بركته على كل حال قبل الحلقة. نعم بنوجه له هلأ تحية لسيدنا بأحد عظاته بمرمرون، قال لا مش كل شيء مش حلو، لا في إشياء حلوة لازم نشوفها، لازم نعرف ننقيها ولازم نعرف كيف نميز. بيقول عن التمييز كيف بدنا نميز، كون عندنا الحكمة، كون مصليين، نستفيد من خبرات الآباء. اليوم في جدود ببيوتنا الله يطول بعمرهم، شو حلو اليوم هالعائلات الفتية ترجع لهم، يا جدو كيف كنت انت كيف تتصرف؟ كيف بهالأزمة يلي كنت يمكن انت ربيت عائلتك بصعوبات، شو عملت لحتى قدرت وصلتنا لهون؟
كل رجل مسن بيقول بابا فرانسيس بدي اقول لهم اياها للعائلات هلا استفيدوا منهم بهالازمه، انتم استفيدوا منهم لانه حاملين حكمه عمليه وقادرين يساعدوكم. وانا بدي اقول لهم للشبيبه ما يغروكم بقى السياسه، لا مش كل شيء الاحزاب بيحكوا معهم حق فيه، ما بدنا نحن نظلم الكل لانه مش كلهم هيك، في اشخاص بالفعل عم بيكافحوا من اجل حفاظ على الوطن لبنان. بس خلاصكم مش بالاشخاص، خلاصكم بإلهكم اسمه يسوع المسيح يلي ما بيخزيكم ابدا. والكنيسه عملت الارشاد الرسولي للشبيبه، قالت الله هو دائما الله شاب، يسوع دائما هو شاب، خليكم معه، خليكم بالكنيسه، تمسكوا اكثر واكثر فيه خاصه بهالفتره اللي نحن عم نعيشها، اطلعوا فيه لانه هو بيقدر يعطيكم الرجاء وما بيخيبكم امالكم. وانا بدي اقول لكم، انا بدي اقول لكم لبنان ما تفكروا انه رح يعطوكم اياه هيك بلاش. لبنان ما تستنظروا حدا يعطيكم لبنان، لبنان انتوا بدكم تنتزعوه، انتوا بدكم تحافظوا على لبنان بقلبكم انتوا. واذا سيدنا مطران مارون بيقول اذا لبنان بده يعطونا اياه على طبق من فضه بده ياخذوه على طبق من ذهب، يعني بدهم طاقين، لا نحن بدنا نحمله على كتافنا، نحن بدنا نحمله على كتافنا لحتى نقول لبنان هو مش بس وطن، هو اكثر من وطن، هو وطن الرسالات مثل ما قال بابا القديس، وطن يلي اعلنوا سنه 1920 وطن لكل الطوائف. بدي اشكرك كثير ابونا جان بول خوري على هالحلقه الاكثر من رائعه، وبدي اقول للمشاهدين انه فعلا اسال مجرب وما تسال خبير مثل ما بيقولوا. واليوم اكثر من مثل عطانا اياهم ابونا جان بول عن اهميه قوه الصلاه، قديش غيرت انظمه وقديش حررت بلدان، فالمجرب عطاكم خبرته. شكراً. جربوا قوه الصلاه، وعلى امل انه نكون بحلقتنا اليوم أزلنا الشكوك حول فكرة أو الأفكار اللي هي وراء منهجية انتهاك القيم الأخلاقية والدينية. نعتذر ما فتحنا مجال الاتصالات بس كانت الحلقة كتير مكثفة وضروري نتطرق لكل المحاور. على السريع بدك تقول شيء؟ أنا بس بدي أقول لهم شغلي اللي قال لهم إياه سيدنا البطريرك، عملوا معروف، حافظوا على لبنان، لبنان هو ذخيرة بين إيدينا، إذا نحن حفظنا عليه حفظنا على وجودنا، إذا فرطنا فيه رحنا من فرطنا بوجودنا. شكرا لمشاهدتكم، إلى اللقاء.